السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخياتي إلى سعودتي وحان هل كان كسي وضعيا كجوابستا أما دهدحادين تا سعاشي لغمر السنة أهي الشريعة الإسلامية ما أنتي سوماليا ما إسكو حكمتا ما سيسكو ما حكمتا دو متاي مسماها أنت أيضا وحان مركي أن نسيو إذن وضعي وأن كوية رد أراضي قيحتان كشريعة أني أوفا فهي معناها إيو نحرك أي حمبارسن تاي إيو سيدا أي قدعا يسعود تاي مركا هاد دواس أشا إنو قد بنيد مركا أيا وحاي تاي أن هال كيبا مكبلونا شريعة الإسلامية أن تا معنيه دو حاي تاي ما قبل بان كبلونا ما قي كلام كبلونا ما قف بان كبلونا ما وضن كا كربا مقصر بلونا حقا كبلونا وحاي كلا تاي مركا أرنكا أيضا أي شريعة الإسلامية هذه أن توسع بارو واحد تاعي مد أي واجب تاعي إن أو لاسو بلعبو قف قف أهان قف لجس لجسو بلعبو قيس لوح حجيو قلاير لوح حجيو قبيل كل لوح حجيو قان لوح حجيو قام كل لوح حجيو قرن كل لوح حجيو قارد لوح حجيو سداس مد أكرر دويان أو أه وح هاس لجسو لسيا أو ندم كور أصعد وياه، ووحى إن أفكا إنجليش كانوا يجرا هذا community based policy approach أو آه bottom up approach. سيدا إنجليش كان أنا حاويان bottom up approach ونظام لغو بلابا يا هاستا أو دش أصعنا يا نظام كسوية نظام كإسلام كنا وقص هذا ووحى تاعي قف كمركو هجاك سنة هذا أيو قيس كو هجاك سنة هذا تبعنا قالوا أسي عبدنا هذا هجاك سنة تاعي قوم كاسي هذا هجاك سماء قرن كاسي هجاك سماء سيد أسباب مرك الله أود لي وحى وين ويجري أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك عفوا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم الله أود لي وحى ويجري إلى هاي ما بدل حالته وقوم كسر جهاي إلا أي يجوا قلوا ذي كده هو ذي إسكسو بدلان تاس مركا أي قفك إن لفهم الله بعيا عيضة قبيل دن أما قام دن أما قرن دن أتاعن إسبتلك سدي طبيل سقط هل مردوش كجمي مع ذا أوح أو كسو أساس ما كده حتى مركا أو كعان قد عيا كعان كاسي هديو جاي مت أيسن أوب إسلام تذكو وفشل ما أول إسابع سداس ترتيب قفك وحا لو بعيا إن قف أهان مركا وقف كل جيس ونرش نفتي سهاستي سقلب جيس إسكبدلو أيا قلبك قفك إسبدلي مركا سو قفك كلامك كحر منا يا قفك لو كسيطارنا يا قيس كاس إسكو دارنا يا درس كاس كسيطارنا يا هلك أي قوم دم كن قنا يا أو أي ككر ليسا أو أمد بسيل أي مقال ليسا أمد مركا أي سدا أبسلاتو أيو مركا إلى هاي وحا أي أبسل يهنسي يا مركز أيوة واحد يقول بسلي هنا أو كا دانا أو كواجبيا، لكن هذه أي تاي هذه أي قوم كأرن سكر عن حماها حماها سب مركز أي كسر عن يعني الله هنا إن بدن القرآن كود كأركتان إن أولي يقفك مثيسي أو دانا أمبار أسي سهلنا ساس مركز أي تاي وحويان قفكو سدا وكليجي وويهاي أيو هرتا هو واجب تاي الشريعة الإسلامية إنه شخصيا يسوي إسكسو وإسكسو طبخه أو إسكسو نقه وح نخرج سجنا شجناينا ديتو وجملة هان اللقطة إنت فارق هان لقطة معان جملة اللقطة أنا يا أي الشريعة الإسلامية أي وح أي تاي مدة ورديسة لا ما هكلا دينته مد عبادة ده يمد عملك ده يكل جود أن شرع جواردين اليوم هي شريعة الإسلامية مكا أيو الله أود لي وح القرآن كسر كل يعني واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله كت توصنوا أو كوكا أو قم سيد آن لو أمري أو إلهيك أمري هن الرائع هو يمك تذكر أي واحد كتر هذا سيد الرب جي أو الله وح يوسف تجي أي الرائع مرك قف أهان مرك قفكو سدا وقرعة إسا أيها شخصيا أرتلا جل حساب تمايا
qofkaas lama weydiinayo qofka kale to waxa uu aha iyo qarankaas waxa uu aha xil kale oo ka saaran ma uu jiro tiisa laga xisaabtamayo allah awooda leh waxa uu quraankiisa ku yiri wa kulluhum aatihi yawm alqiyamati fardan qof walba iyaga ka mid ah maalinta qiyaamaha kaligii unbuu isoo imaanayaa isoo taagayaa maxkamadda allah marka qof walbana waxa uu mataystay inbuu helayaa وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وحويا قفوا البواء وحا أشقيستي أيو هليا وحاسنا وأكدونا ومركز أيا لأقو أبا المرين يا مربو وحا أيهاي هلكا مركا قفنا قفك لدنبغي سنبح محبار يو والله أيا وحا أسلحكا كل أيهاي ولا تزروا وزارة وزارة أخرى ونفنا وقفنا قف كلاته دم بجيدا محن بارتو مركا اي سلاس تحي وحان ان عارتو اي تحي شريعة الاسلامية ان قيلنو او دهنا ان لكو عكما وي ان دهنا لكن محا كور ريا وحا كور ريا انت هذا مغور ريا اللي يقو حكما يدهن اذو اسكو حكم خير كاو كو حكم درس كاقية اهلا ده اذو كو حكم سيدا اصقا دادك كواني ساس ترتيب تاس ايا مركا داد ولا بسيل waa waxa ka soo dhaxbaxaya mid fiican allah awooda leh waxa uu aad u ilaaliyaa dadka doonistiisa waayo waxa uu siiyey ummadan xurriyad free will ayuu siiyey wax amar buu siiyey amarka uu siiyey haddana xor buu ka dhigay inay qaataan iyo in kale laakiin midka xumaanta qaatana xumaantiisa looga jasaynayaa midka wanaagka qaatana wanaagkiisa lagu abaalmarinayaa marka qofkaas ayaa sida uu u dhaqmo uu ilaahay marka halkiisa uga sii wadayaa waxa way qoon marka uu alla bedelayo xaalad ay ku jiraan waxay tahay iyagoo xaalad barwaaqo iyo reenreen iyo bashbash ku jiray bay waxay dooranayaan in ay galaan fisq iyo rafaad galaan markay taa galaan baa tiiba alla u sii sahlayaa fasan yasiru lilyusra fasan yasiru lilcusra waa macnaha tii adkayd ama tii fududayd unbaa alla u sii sahlayaa oo marba tii xumayd iyo tii maaragtay wanaagga ahayd halkaa marka ay saab ku tahay waxaa jirta marka qofka qoyskaas ama qoladaas ama qoonkaas socda marka qarankaasi ay kulligood u bataan xagga xumaha oo ay cod dheeriga uu noqdo xumaha ayaa markaas ilaahay waxa uu ka soo dhex saarayaa mid u taliya oo kuwaas isla noocadda ka mid ah waayo qoonku waxa ay yihiin mid ah unbaa talada u qabanaya kaasina halaagoodii hadday halaag ku jireen halaagii uu socdaya haddii ay ahaayeen qoon wanaagsana mid wanaagsan baa ilaahay ka soo dhex saaraya sidaas darteed ayaanu soomaali maantay mar walbaba kii naloo dooro oo madax nalo kaga dhigo waxa uu ka tarjumayaa dhaqanka ummadda sida halkaa aanu joogno bisaylkeennu meesha uu joogo ayuu ka tarjumayaa inaan taas ogaano baa laga maarmaan ah markaanu eegno aayadaha qur-aanka oo dhan oo marka shariica alislaamiya ka hadlaya waxaad aada u arkaysaa in ay ku xiran yihiin kow in ay tahay arrin horta doonis shaqsiyaad ah ee aan la isku qasbinin ilaan diinta islaamkaba la yskuma qasbee marka labaadna in ay tahay mid shaqsi u qusaysa dadka oo qof walbaba uu keligiis la imaanayo laakiin markay wanaagsanaadaan oo kulligood ay u bataan ayaa markaas way bislaadeen waxay aqbalayaan shariica alislaamiya oo maxay u aqbalayaan waayo markaas waxay yihiin heerkii waxay soo gaareen bisaylka oo shariicada islaamka ay gaareen waajibkood wuxuu noqonayaa shariica samxa ah wanaag ah in lagu dhaqmo taasay gaaraysaa sidaas darteed nabiga nabadgelyo naxariis korkiisa aatee markii uu reer quraysh diinta usoo bandhigay oo ay ka diideen waxa uu ku oran jiray idan khalluu bayna wa bayna annaas bayni wa bayna annaas haddaba iiga taga ani iyo dadka dhexdeena ka dhex baxa haddaba ammaan isiiya adinka ma diideen haa mala inu qasbaya ammaan isiiya kuwo kale haddaba la hadlayaa intaas buu nebiga calayhi salaatu wasalaam uu sidaas ku oran jiray marka dadka ummaddaas marka ay fiicnaanta shaqsi u dareerto waa in ay si ay u dareerto waa inay heshaa wacyigelin wacyigelintaas marka hore waxaan soo iray waxa ugu horeysa alxuriya inay dadku haystaan marka dad xorayjiyeen maskaxdooda inay xor u tahay si ay maskaxdooda u isticmaalaan laakiin maskaxdooda hadday dadyow kale xukumaan ama shaqsiyaad iyaga ka mid a ay maskaxdooda xukumaan ama shaqsiyaad waayo hore dhintay ay maskaxdooda haystaan marka dadkaasi waxay horta u baahan yihiin badbaado xorriyad maskaxdooda inay badbaado marka ay naftoodu marka ay jir ahaan u badbaadaan oo caqli ahaan u badbaadaan oo dhaqaale ahaan u badbaadaan
oo intaas ba ay xor u yihiin marka kadib ayaa waxa iimaaneysa in ay dhexdooda ka helayaan cadaala iyo thiqa in ay isku kalsoon yihiin iyo in ay cadaalad dareemayaan si shariic al-islaami marka u timaado ay u arkaan in ay tahay cadaalad taas cadaaladda xataa marka wax ka soo horeeya isku kalsooni inay helaan waa in ay ku kalsoon yihiin shariic al-islaami markaas ayaa aayaddan mar hore bilowgii sheegay oo ahayd فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما إن أي وتنبست أنت على كقبنا واحد ويسلموا تسليما إن أي ليبس ربقة يسوس ليبان أو حكم كيسوس ليبان محاق قف قف كجرم أي حكم كيس ربقة يسوس ليبي كرا ومركو أجيء إن عدالة كإيمان يسوع waa marka uu og yahay kuwa xaakimintaa in uu kalsooni ka haysto labada erey marka aan barnaamijyada in ka siiyo dadu waxa weeye cadaaladda maanta Soomaaliya joogta ii sheega qofka Soomaaliga ah oo aan qof kale cadaalad darro ka tirsanaynin qoyska Soomaaliga ah oo qoys kale cadaalad darro ka tirsanaynin qabiilka Soomaaliga ah ee qabiil kale cadaalad darro ka tirsanaynin heerkaasaan taaganahay waxaan joognaa in labada isdhashay aysan cadaalad darro kala tirsanayaan labada isu dhaxday ay cadaalad darro kala tirsanayaan labada isla dhalatay ay cadaalad darro kala tirsanayaan xagga is-aaminida maanta yaa la aaminaa waxaad ogtihiin in midka sheekha aan la aaminin midka shaydaankana aan la aaminin midka wadanka xukumana aan la aaminin midka toogsadana aan la aaminin qof la aamino maantay waa dhif iyo naadir ma jiro ma dhahayo laakiin waa dhif iyo naadir qof lagu kalsoon yahayna waa dhif iyo naadir meeshaas baan maraynaa maxaan u baahanahay badbaado allaan u baahanahay maanta badbaado alla maxay tahay in aan miyir yeelano horta istajino marka qof walba uu maskaxdiisa intuu tartiib fakaro uu istajiyo oo ay cadaaladdu ka bilaabato in uu warka la sheegayo maqlo horta qofka uuna isxisaabiyo oo waxaa ma tahay masamadteedu dhaho cadaalad darrada waxaa naga qaadaya qofka ayaa dhexdiisa labadiisa gacantiisa midig iyo gacantiisa bidix isma aaminayso sida heerka aan hadda joogno cadaaladna isuma ahan meesha cadaalad darradeedu gaarsiisan tahay aan idin sheegaya bal adigu qof soomaaliya isla hadla marka aada isla hadlaysaan haddii qofkaas uu ogolaado inuu adigu qofkani daqiiqad hadlo kana daqiiqad hadlo wax uu weydiiyo waxaana uu ka jawaabo hadalka intaa lagu xiro waxaanu gaari lahayn guul iyo baraaro laakiin waxaa laga yaabaa labada qof inay shan saac wada hadlayaan qofna qof kale uusan maqlinba waxa uu sheegayo laakiin labaduba ay qaylinayeen waayo qofna ma ogolayn inuu qofka kale hadalkiisa dhammaystirto laakiin markuu bilaabo ayuu kana la bilaabayay waa isla sii kacayaan waa dhaqan caadi ahayba noqotay hadda heerkaasaan maraynaa marka dadka halkaa jooga ma shariic al-islaamiya u baahan yihiin mase waxay u baahan yihiin in maskaxdooda la dejiyo horta xumaan ma iga ahan laakiin waxaad u fiirsataan dhaqanka socda u fiirsada waxa jira aanu eegno xaqiiqada dhabta ah ee jirta aan eegno labadeenaba isdhegaysataa qofka isaga qudhiisu isma dhegaysto isma maqlo waxa uu ku fakarayo daqiiqadu wax ku fakaraya daqiiqadu ku xigtana wax kale kusii fakara wax kale kusii fakaraya laakiin qalbigii hore wixii uu ku fakarayay ma dhammaystirin go'aanna kama gaarinin halkaas waxaa naga haysataa arrintaas cillad weyn baa naga haysataa halkaa marka aan miyir yeelano oo isxasilino baan u baahanahay in aan shariica al-islaamiya tagno marka qodobadaas waaweyn oo shariica shuruudaha ku xiran ayaa waxaa ka mid ah qofka in la helo horta macnaha miyir ahaantaas in la helaaba ugu horreysaba marka halkaa la helo baa waxaa loo soo dhaadhacayaa in la gaaro si qoomkaas ama qarankaas loogu xukumo shariica al-islaamiya ayaa waxaa loo baahan yahay in ay marka koowaad hadday dad jiran yihiin oo nool yihiin oo dhul la yaqaano degan yihiin ay dowlad leeyihiin ay nidaam jiro leeyihiin ay maamul iyo macaahid socota iyo ay leeyihiin oo dhaqa shaqaynaysa ay leeyihiin markaas ayaa waxaa bilaabanayaa shariic al-islaamiya oo si bisayl ah dadka u qaatay oo fudud midda ugu muhiimsan waxa ay tahay marka oo shariic al-islaamiya ay qaran kusoo gaari kartaa waa in la helo amni iyo dhaqaale sugan dhaqaale sugan macnaha sustainable economy waxaa la dhahaa wax stable deganaan xasilooni in la helo xasilooni dhaqaale xasiloon
إن لا لا إيه أمان حسيلان ولو كل سنة هاي سيدا لبدا مركا اللي حلوان أقول يران لبدا مسألة عن مر والبابر نيدين كتيرتا أو همك كتيرتا أو عن مر كيران الشاقي إن حد الزنا أي حد سرقة اللي هو فيه لبدا سيوحا سيكتوس ووحي رنجيين مال أمن إيه أمان كتيرا مال أو نقالة إيه نرول دقاني أي كتيرتا البيكو حرنجيين وحاي تهي إلهي أي قرآن كيسا وحاونا قجيري سوردها سأكل ذي مذكران إيسان فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف هذا بها عابدين ربك البيت كاسو كقوذيي قاتشدي أي كتيرين وذاتك قاتشدي كبحيي وآمنهم من خوف أو عبسدينا أمان وقبدلي مركا كي عبسي يقول والترها ها يا الله ها وأمانك كاني سداس كعبودا مركا أي أمان نحلان بقالة يا نل في عنا أو داء في عن لوكس عن كرنا أي هلان مركا كذب أي شرع الإسلامي أتمن سداس ترتى أيام أبا هم هاي ما أنت إن هلنا سكو كالسونان إن حرية هلنا إن سكو كالسونا هلنا إن قفل بحقوقه يسويه لك هلا إن عدالة هلا إن بقالة سجل لها لا إن أمان لها لا إن نظام لها لا مركز كذب عن كهذا المشريعة لكن مركز أنا وحنو كسي هذا الدونا شريعة الإسلامية حجوان كقادم الناس إذا هات عن هوريا مش شيء مثال إياه وشريعة كوحدة وشريعة مذهب كه يوم تيجي شريعة الله سبحانه وتعالى وقرآنك كله جيبا وقرآنك كتالا تاسع نتبه كسي هذا الدونا هل كأيام كحرية مركز تاني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.